مين اصحابك من الوسط الفني؟ قوي 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 يعني هاني سلامه، بحكم ان احنا عشنا في بيت واحد تقريبا 8 شهور، كنا لسه صغيرين يعني. كان أيام هاني سلامه عنده 18 شهين سنه الله يرحمه، واهله عايشين في الكويت، وانا كنت شغال في ديكور، مهندس ديكور، وكان شغلي في مصر الجديده وهو قريب في مصر الجديده، وعملنا فيلم المصير مع بعض، فده الوقت جمعكم. هاني سلامه عشره عمري يعني. بعدها طبعا احمد عز، بعد وقت ما جيت اشتغلت معاه في مذكرات مراهقه، عشنا مراحل كتير جدا صعبه في الاول، فقعدنا وقت طويل، فاحنا الثلاثه تقريبا كنا يوميا مع بعض. كريم عبد العزيز، الناس اللي قربت منهم بزياده يعني، لكن كل الناس اللي اشتغلت معهم اصحابي جدا وبحبهم. هل لازالت علاقتك بهاني سلامه، احمد عز، كريم عبد العزيز قوية زي الأول؟ طبعا زي الأول.